لو بتصحى الصبح وعندك صداع لازم نفكر في 3 حاجات ممكن يكونوا هم سبب الصداع ده، وسهل جدا ان احنا نتغلب عليهم. اول حاجة نقص السكر، تاني حاجة نقص المية، تالت حاجة الانيميا. ازاي الكلام ده؟ تعالوا بينا نشوف. اول حاجة نقص السكر، الجسم طبعا نايم بقاله عدة ساعات، نسبة السكر في الدم انخفضت لان كل السكر اللي كان موجود في الدم راح وغذى الخلايا المسؤول عنها. وزي ما حضراتكم عارفين ان المخ بيتغذى على حاجتين مهمين جدا، نمرة 1 السكر، نمرة 2 الدهون. فلما يقل مستوى السكر في الدم ايه اللي هيحصل؟ هيحصل قلة غذاء للمخ، ولما المخ ما يوصلوش نسبة السكريات اللي هو محتاجها هيحصل صداع بالتأكيد. عشان كده أول ما نصحى الصبح بدري ولو نمنا بقالنا ساعات طويلة ناخد حاجة مسكرة، إن شاء الله حتى بونبوناية، معلقة عسل، تمرة، أي حاجة فيها نسبة سكر مرتفعة علشان توصل للمخ وتضيع الصداع اللي موجود. تاني حاجة نقص المية، بقالنا مدة طويلة نايمين، الجسم طبعا المية اللي فيه كلها امتصت وبالتالي حصل نقص في المياه في الجسم. وزي ما حضراتكم عارفين المفروض ان احنا الانسان المتوسط يشرب من 2 لـ3 لترات واحيانا اكتر لو وزنه زيادة من المية يوميا. بعد النوم بيكون نسبة المية في الجسم قلت جدا، لما بيقل نسبة المية في الجسم اللزوجة بتاعت الدم بتزيد. زي ما حضراتكم عارفين ان الدم نسبة كبيرة منه عبارة عن مياه، لما تقل نسبة المياه فبالتالي الدم يبتدي يبقى لزوجته زيادة، يبقى سميك، وعشان كده اندفاع الدم في الأوعية الدموية بيبقى أبطأ لان اللزوجة بتاعته عليت، بقى فيه مقاومة اكتر لسريان الدم في الأوعية الدموية، بالتالي هيبتدي الأوعية الدموية تعمل اكشن فتنقبض علشان تسهل مرور الدم في الأوعية الدموية لما لزوجته ارتفعت، وده معناه ان ضغط الدم جوه الجسم ارتفع وده بيعمل صداع. علشان كده اول ما نصحى من النوم بننصح دايما ان احنا نشرب على الاقل 0.5 لتر من المياه علشان لزوجة الدم تنزل، وبالتالي يبتدي يندفع الدم في الأوعية الدموية بسهولة وينخفض ضغط الدم اللي كان ارتفع نتيجة نقص المية. السبب الثالث هو الانيميا. في ناس كتير عندها انيميا مش متشخصة وهم ما يعرفوش. الانيميا دي بتحصل نتيجة عوامل كتيرة جدا، منها نقص الحديد، بتحصل اكتر في الستات، خاصة الستات اللي عندهم الدورة الشهرية بتستمر مدة اطول يبقى في عندهم نزيف كتير. والانيميا دي لو ما كانتش متشخصة وتم علاجها على اكمل وجه كتير من الاحيان بتسبب صداع عند الاستيقاظ من النوم. عشان كده احنا دايما بننصح ان بشكل دوري على الاقل كل سنة مرة نعمل فحص للدم ونعمل صورة دم كاملة عشان نتأكد ان مفيش عندنا انيميا وان كل حاجة تمام. دمتم بصحة وعافية، مع تحياتي دكتور وائل تفاحة.